السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنكمل المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على سيركت بريكرز، وقلنا انواع سيركت بريكرز كتيرة، قلنا الاير سيركت بريكر والاير بلس سيركت بريكر، وكنا اتكلمنا عن فاكيوم سيركت بريكر. يفضل معانا الاس اف 6 سيركت بريكر اللي هو السلفر هيكسا فلورايد سيركت بريكر، او مشهور اس اف 6 سيركت بريكر. وهنتكلم على البدائل الخاصه بالاس اف 6. هل احنا ما زلنا الترند العالمي انه كله بيستخدم اس اف 6، ولا في بدائل جديده ليه؟ واخر حاجه يمكن نتكلم ملخص سريعا بعض الاختبارات اللي بتتعمل على الهاي فولتج سيركت بريكر. هنبدا كده اول حاجه ان شاء الله السلفر هيكسا فلورايد سيركت بريكر. قبل ما نتكلم على سيركت بريكر، تعال نتكلم على اس اف 6 نفسه، او الغاز SF6. الغاز SF6 ده ليه بعض اللي هي الخواص الفيزيائيه. اول حاجه فيه اللي هو الغاز ده كلرليس. كلرليس زي ما احنا عارفين ملوش لون، هو لونه زي الهواء كده، ملوش لون، فلو انت بصيت عليه مش هتقدر تعرفه من اللون بتاعه. برضه الغاز اودرليس، ملوش ريحه، فده برضه عشان لو في مكان مقفول وحصل فيه تسريب ولا غيره انت مش هتقدر تلاحظه بالحاسة الشم، فهو الغاز ده اودرليس ملوش اي رائحه. برضه الغاز هو نون توكسيك، هو مش سام. البيور اس اف 6 مش سام ولا خطر على الصحه، لكن المشكله ان هو ما بيحصل فيه ارق او بيحصل فيه بريك داون يبتدي يتحلل الاس اف 2. الاس اف 6 نفسه ده بيتحلل الاس اف 2 والاس اف 4، ودول بيشكلوا خطوره على الهيومن، بالذات ممكن يعملوا له اختناق. برضه هو غاز نون انفلامبل، هو برضه مش قابل للاشتعال. برضه الميزه في الغاز ان هو سيت جاز ات نورمال تمبريتشر اند بريشر. هي في الحاله دي نقطه مهمه، يمكن اشمعنى ليه اتكلمنا عنها. انا اللي يهمني ان دلوقتي انا استخدم الغاز ده في الانسوليشن بتاعي. لو انا عندي الانسوليشن اهو زي ما السيركت بريكر، ادي الكونتاكت بتوعي، انا عايز اضمن ده الغاز ما يتحولش لسائل في اثناء اللي هي التشغيل بتاعي. عشان ما يتحولش سائل، كلنا عارفين ان كل غاز في الدنيا ليه بويلنج تمبريتشر، لازم المفروض ان هو ان انت ما تشغلش قبليها عشان ما يتحولش سائل. بالنسبه للهواء طبعا هو غاز على طول، ما فكانتش المشكله دي موجوده فيه. المواصفه عندنا بتقول ان لازم اي غاز يستخدم في جي اس لازم يفضل ليكويد لحد ناقص 30 سيليزيوس. فالاس اف 6 بيفضل عند ناقص 30 سيليزيوس، ما فيش اي مشكله، بالذات في الاوقات البارده درجه الحراره بتوصل انسايد اللي هي البريكر ده ممكن توصل لناقص 20 ولا حاجه. فانا عايز اضمن ان الغاز ده يفضل في الستيت بتاع الغاز بتاعته وما يتحولش ليكويد. الغاز طبعا اللي هو الديمسي بتاع الاس اف 6 كبيره جدا، هي 5 اضعاف الهواء عند درجه الحراره 20، وطبعا ده رقم كبير بالنسبه لنا. بالنسبه للخواص الكيميائيه، هو الغاز الميزه ان هو ستيبل لحد 500 درجه سيليزيوس، ما بيتحللش للكومبوننت بتاعته او الديكومبوزيشن بتاعته. برضه هو غاز خامل، الانرت غاز. طبعا الانرت دي تفيدك في ايه؟ انا عشان استخدم اي غاز ان هو في سيركت بريكر او كونكتور او جي اي اس، لازم الغاز بتاعي يكون خام، ما يتفاعلش مع الماتيريال بتاع الاستراكشر اللي موجود عندي، ولا الماتيريال بتاع الكونتاكت، ولا السوليد انسوليشن اللي موجود. فده لما يكون عندي غاز خام ما يتفاعلش مع الحاجات اللي حواليه، فبيزود اللايف تايم بتاع الميتاليك بار، وبيعمل ايه تاني؟ كل الكومبوننت بتاعتي ما بيحصلهاش اكسده ولا تاكل، فبالتالي ان انا فترات الصيانه بتاعتي بتبقى المطلوبه لهذه المحطات بتقل. طبعا بس في مشكله هنا، ان الرطوبه بتاثر تاثير كبير جدا في الغاز ده، وبتحول الرطوبه دي ممكن تكون الهيدروجين فلورايد. الهيدروجين فلورايد ده ممكن يعمل بيبتدي يقدر بيهاجم الميتاليك ستراكشر بتاعه، بتهاجم الانسوليشن، بيعمل مشاكل مع السيركت بريكر. عشان كده الرطوبه نحاول ان احنا نبعدها باي قدر من الامكان، ان هي ما تتخللش او تدخلش داخل الجي اي اس او السيركت بريكر. في ميزه في الغاز ده، الغاز ده الكترو نيجاتيف جاز. يعني ايه الكترو نيجاتيف جاز؟ يمكن سمعتوا عن كلمه الكترو نيجاتيف جاز دي في الترم الاولاني. وساطة دي طبعا الغاز الكترونيجاتيف جاز من الحاجات المشهور بيها جدا الاس اف 6 ان هو الكترونيجاتيف. يعني ايه الكترونيجاتيف؟ احنا عارفين كده، لو انت عندك زي مثلا ادي الانود اهو، وادي عند الكاثود،
خدته في الترم الاول اللي انت فيه لما بتحط بوتنشال بين الاثنين دول بتلاقي في الكترون كده تخرج من الكاثود وبتمشي طوال كده بتمشي في المسافه لحد ما توصل للان. طبعا وهي ماشيه بيحصل لها كوليجن مع الموليكولز او مع الاتومز الموجوده، فالالكترون ده يبتدي يخبط في الاتوم دي، ما يخبط في الاتوم يعمل ايه؟ يبتدي يطلع منها كمان الكترون بالاضافه ان هو ايه؟ ان هو موجود، وبعدين الالكترون ده يخبط كمان اتوم ثانيه او موليكول ثاني فيطلع الكترون ثاني بلس ان هو نفسه، وهكذا ده يخبط برضه اتوم ثانيه فيطلع الكترون جديد وهكذا. طبعا ده اللي بنسميه الايونيزيشن باي كوليجن، ان عدد الالكترونز عمال يزيد معناه ان ممكن يحصل بريك داون. الالكترون نيجاتيف جاز بعد ما لو انت في موليكولز كده يضرب موليكول، طبعا هنا الميديم بكل ده مليان موليكولز، وانس ان هي لقت الكترون جنبيها كده ماشي جنبها ممكن يبتدي الموليكول ده يبتدي يعمل اتاتشمنت للالكترون، فبدل الالكترون ما كان بيمشي لوحده اصبح الالكترون ده او الموليكول ده تحول الى ايون. لما يتحول الى ايون طبعا واحد يقول لك ما هو برضه ستيل هيمشي ناحيه القلب، بس طبعا لا في فرق كبير ان الايون ده دلوقتي اصبح ان هو كتلته كبيره جدا فبيقدرش يتحرك فبيسيمشي في موضوع الكونديشن وما بيزودش الالكترونز اللي عندي، فده بيقلل بكتير قوي عدد الالكترونز اللي هنا. لو انت عندك مثلا سي 1000 الكترون فبيحصل اتاتشمنت مثلا ل 900 منهم، فبالتالي عدد الالكترونز اللي بيوصل لك هنا بيبقى قليل، فالكوندكتيفيتي بتاعتك بتقل، وبالتالي اس اف 6 بيقدر يستعيد خواصه بعد حدوث الارك بسرعه عاليه جدا. ده انه بيحصل معاه اللي هو الاتاتشمنت مع الايون ده، الخاصيه دي اللي الاتاتشمنت مع الايون او مع الاتاتشمنت مع اللي مع المولكيول ده، اللي خاصيه اللي بيسموها اللي بيحصل الغاز اللي بيعمل الحركه اللي بيسموها الكترو نيجاتيف جاز. فالالكترو نيجاتيف جاز ده فيه خاصيه انه بيقدر الكروز بتاعته تعمل اتاتشمنت للالكترون الموجوده في السبيس ده، وبالتالي بتعوق الحركه بتاعتها وما تقدرش تعمل اللي هي الايونيزيشن باي كوليجن. فدي ميزه موجوده في الاس اف 6 في الاس اف 6 عموما يعني. يبقى انا عندي ميزه هنا ان الغاز بتاعي الاس اف 6 ده الكترو نيجاتيف. ايه تاني؟ برضه الغاز بتاعي احنا قلنا ان هو ما بيتفاعلش مع لانه ستيبل، ما بيقدرش يتفاعل مع الماتيريال اللي حواليه لحد درجه حراره 500، بعد كده بيتحول فلورايدز، فالفلورايدز دي ممكن تهاجم الميتالز الموجوده. برضه بنقول هنا ساعه ما بيحصل في ارك يبتدي زي ما قلنا لكم السلايد اللي قبله بيتحلل الاس اف 4 والاس اف 2. وفي ميزه هنا اول ما الوضع ده اول ما درجه الحراره بتبقى عاليه في الارك، وانس الارك اتطفى وحصل كولينج يبتدي الاس اف 2 والاس اف 4 يتحدوا من اول وجديد ويكونوا الاس اف 6 تاني. فدي ميزه ان التفاعل عكسي، فبقدر ان انا احافظ على الغاز بتاعي، ولو فضل اي جزء بحاول ان انا احط فلتر سي اللي هو الاكتيفيتد الومينا ان هو يحاول يعمل ابسوربشن للي هي الاس اف 2 والاس اف 4 بحيث انه ما يعملوش اي تاكل للماتيريال بتاعتي بتاع الاستراكشر او بتاع الكونتنت بتاعي. برضه بقول ميتاليك فلورايد اللي هي بتتكون منه الكوانت دي هي جولد الكتريك ماتيريال، فانت مش خايف يحصل بريك داون من الكومبوننت او من الحاجات اللي ظهرت جوه الغاز ساعه ما بيحصل بريك داون. قلنا المره اللي فاتت او في السلايد اللي فات ان الرطوبه هنا عنصر خطير جدا لان هي بتعمل الهيدروجين فلورايد، ففعلا لازم ان احنا ناخد بالنا من الرطوبه ونحاول ما ندخلهاش البريكر باي حال من الاحوال. طبعا في بريك داون كتير حصلت في جي اس وكانت الاسباب بتاعتها الرئيسيه ان في رطوبه دخلت جوه الجي اس. لو جينا نتكلم بقى على الخواص الكهربيه للغاز اللي هو الاس اف 6 او الخواص اللي هي العزله بتاعته، فلو جينا نقارن الاس اف 6 بالهواء، لو انت جيت تقارن الدايلكتريك سنسر او البريك داون فولتج بتاع الاس اف 6 والهواء، احنا خدنا هنا زي ما احنا شايفين اهو جبنا سبيس 1 سنتيمتر وحطينا عليه جم وبنشوف البريك داون فولتج هنا بكام. زي ما واضح كده عند 1 بار اللي هو ال 1 اتموسفيريك ان الاس اف 6 اكبر من الهواء، اكبر منه بقد ايه؟ الاس اف 6 حوالي ضعفين 2.35 تايمز اللي هي البريك داون بتاع الهواء في النورمال تمبريتشر اند بريشر. فالاس اف 6 بيتحمل اكتر من مرتين الدايلكتر سنس بتاعه اكبر من مرتين بتاع الايه؟ بتاع الهواء. طبعا لو جيت تقارن الدايلكتر سنس بتاع الاويل اللي هو ليكويد ماتيريال طبعا ليكويد ما بيعتمدش على بريزر شايفينه هو ثابت اهو، وجيت تقارنه بالاس اف 6 فانت زي ما انت شايف فعلا في نقطه زي دي عند الرينج ده كله الاويل اكتر، لكن بعد نقطه معينه بعد بريشر معين بيحصل ايه؟
ان الاس اف 6 بتدي الدايركت فيس بتاعه بيسبق او بيبقى اعلى من الاويل انسوليشن، فدي ميزه موجوده. لكن عند الواحد بار بيبقى تقريبا الدايركت سنس بتاع الاس اف 6 بيقل حوالي 30% عن الدايركت سنس بتاع الاويل. لو جينا بصينا اهو بنتكلم بنقارن بين الاس اف 6 وبين الاويل، عند تقريبا ضغط 3 بار بنتكلم هنا في 2.94 بالظبط، لو انت بتتكلم على 2.94 بار هيبتدي يتساوى الدايركت سنس بتاع الاس اف 6 مع الدايركت سنس بتاع الاويل. طبعا احنا غالبا بنشغل الاس اف 6 ده لا اما عند 3 بار لا اما عند 6 بار، فعند 6 بار بيبقى الاكبر بكتير من الايه؟ الدايركت سنس بتاع الاس اف 6 مرتفع جدا واكبر بكتير من الاويل. طب انت عايز الدايركت سنس ده الكبير ليه؟ بدل ما انا كنت استخدم طبعا الدايركت سنس ده بيهمني في السبيسنج بتوين اللي هو الكونتاكت او غيره او اللي هي البارتس عموما بين اللايف بارت وبين اللي هو الكونتينر اللي يحمي الارزاق دي. فكل ما يكون الدايركت سنس ده كبير مش محتاج انا مسافه كبيره، فعشان كده بقدر اصغر حجم الكومبوننت بتاعتي واصغر المحطه بتاعتي. فعشان كده تلاقي المحطات الجي اي اس اللي هي معزوله بالاس اف 6 محطة. طبعا كان نفسنا نتكلم عن الاس اف 6 بس للاسف مفيش وقت، ممكن نحاول ننزل لكم محاضره ولا حاجه بس تبقى بره الامتحان مش داخله في الايه؟ في الامتحان ان شاء الله. لو انت بتتكلم على الجي اي اس اهو كل شويه عمالين نقول الجي اي اس دي عشان بس تعرفوا، دي اختصار لجاز انسوليتد سويتش جير. طبعا دي بتبقى المحطه العزل بتاعها كله بيبقى غاز وغالبا بيبقى الاس اف 6. وطبعا السيرك بريكرز بتسكونكت كله بيبقى العزل بتاعه الاس اف 6. فلو انت استخدمت عندك محطه وجيت ادي عندي لايف بارت ايه؟ زي مثلا دي لايف بارت اللي هنا عندي اهو، حتى لو نتكلم على جي اي بي اختصار باب جي اي بي اللي هو جاز انسوليتد باس بار، جاز انسوليتد باس بار. طبعا ده باس بار يعني كونكشن عادي خالص اوصل بين نقطتين، بس العزل بدل ما نستخدم كاد بنستخدم العزل هنا، العزل بتاعي هنا غاز. فلو انت استخدمت غاز اس اف 6 من الدايركت سنس هنا كبير، فنقدر اقلل الدايمنشن بتاع الباسبور ده. لكن لو انت استخدمت هواء لا انت محتاج حاجه اكبر بكتير، لو كومبريسد اير هيبقى برضه اكبر من الاس اف 6. فلو انت بتتكلم على مدينه مش عارف تعمل محطه ضخمه، فبالتالي الحل بتاعك ان انت تستخدم الجي اي اس اللي هي المحطات المعزوله بالاس اف 6. طيب لما جينا نقارن اهو بين الدايركت سنس بتاع الاس اف 6 والاويل، قلنا ان هو بيزيد كمان عن الاويل بعد حوالي 3 بار. لو جينا نشوف برضه لو حصل دوليشن للاس اف 6 ده في بالهواء، يعني ايه؟ يعني لو انت عندك غاز الاس اف 6 موجود جوه الكونتينر بتاعك او جوه جي اس، ادي الغاز بتاعنا اهو اس اف 6، وحصل ان الهواء اختلط بالهواء، يا ترى ايه اللي يحصل؟ هل الاس اف 6 كده بالنسبه لي خلاص حصل له مشكله مش هينفع ومش هقدر استخدمه كمادة عازله ولا هيفضل محتفظ بخواصه؟ فلقينا في ميزه كويسه قوي. طول ما انت شغال، لو انت بتتكلم على عملنا خليط حطينا خلطنا الاس اف 6 ده ب 70% هواء، يبقى بره بالتفصيل الحته دي بره اهو. لو انت ادي عندك كونتينر كده معايا، الكونتينر ده كان فيه اس اف 6 ورحت انا مدخل معاه هواء، عملت ميكشر بين الاثنين، لو الهواء ده 70% يعني النسبه الاكبر بكتير و30% بس هم الاس اف 6، في الحالة دي هيبقى الدايركت سنس بتاع الخليط ده على بعضيه هيبقى أكبر من 2 تايمز الهواء، ودي حاجة كويسة جدا. لكن لو زودنا الإير عن 70% هيبتدي إن البريك داون ده والدايركت سنس ده يقل جامد جدا. فأنت هنا لحد خليط من الهواء لحد 70% ما عندكش مشكلة، ودي ميزة إن لو حصل في المحطة ليكج أو غيره والكلام ده ودخل هواء جوه الإس إف 6 أو بأي حال من الأحوال حصل تخفيف في الإس إف 6 خلاص، فانا ممكن بالنسبه لي هنا ما زلت محتفظ بالدايركت سنس العالي بتاع الاس اف 6 كغاز، ودي حاجه ميزه كويسه جدا في الاس اف 6 سيركت بريكر. بعد كده برضه احنا قلنا طبعا قلنا لسه جايين شويه ان الغاز بتاعنا الكترو نيجاتيف، والكترو نيجاتيف ده بيخلي ان يحصل العزل يستعيد خلاصه بسرعه عاليه جدا، وبالتالي ان
بقدر اطفي الارك بسرعه عاليه. لو انت جيت تشوف العلاقه بين البريك داون فولتج وبين البريشر، كل الكلام ده العلاقات اللي احنا شايفينها دي، العلاقه اللينير بين الضغط وبين الدايلكتريك سينس، ده بتتكلم على اليونيفورم فيلد. يعني ايه يونيفورم فيلد؟ يعني لو انت جايب تو بليت ولا حاجه، جايب بليت اهو وبليت تاني زيه، وسيب مثلا ديستنس بينهم 1 سم ولا حاجه، فانت الفيلد اللي هنا بيتكون، الفيلد اللي هنا بيتكون بيونيفورم. لكن لو الفيلد بتاعنا نان يونيفورم زي ما شايفين كده، ادي عندي روب اهو، ادي بلانس، شايفين هنا الالكترود عامل ازاي؟ شارب جدا، وهنا الفيول هنا كبير. فالفيلد هنا لو جيت ترسمه هتلاقيه عالي جدا هنا وهنا متوزع. ففي الحاله دي العلاقه بين البريك داون فولتج وبين البريشر ما عندهاش لينير زي المره اللي فاتت. امال انا عامله ازاي؟ لانها بتزيد اهي وبعدين بتثبت شويه وبعدين تبتدي تقل وبعدين تبتدي تزيد تاني. فالضغط اللي هو ابتدى اعلى ضغط كده وبعدين ابتدى ينزل عنده، ده بنسميه الكريتيكال بريشر. غالبا الابلكيشنز اللي انا بستخدمها بيبقى الفيلد بتاعها يونيفورم، فهي بتبقى الفيلد العلاقه بين البريك داون فولتج وبين البريشر بيبقى المنظر ده. فعشان كده لما اجي اختار الضغط اللي هشتغل عنده الجي اي اس ولا هشتغل عنده سيركت بريكر، اختار ايه؟ تمام، يا اما اختار الجزء ده اللي هو من 2 ل 3، او ان انا اعدي الجزء اللي فيه المشكله ده وابتدي من هنا تاني. فغالبا بشتغل على يا اما 6 بار، فمعظم الابلكيشن بتبقى على 6 بار، يا اما لو انت عندك اللو بريشر سب ستيشن بتشتغل على 2 ل 3، لكن المور كومن عند 6 بار بحيث انت تعدي الجزء اللي حصل فيه مشكله ده. اقصى ضغط هنا او اقصى بريشر هنا بيحصل، بيبتدي يحصل عنده ان البريك داون يقل تاني، ده بنسميه الكريتيكال بريشر. لازم تاخد بالنا من هنا، ما يجيش واحد يقول لك بدل ما اشتغل عن 3 لا انا ارفع الضغط ل 4، لا كده في مشكله. البريك داون فولتج بتاعك بتاع الغاز ده قل، ودي مش حاجه احسن. يعني اما تشتغل من 2 ل 3 يا اما تشتغل من 5 او 6 انقطاع. طيب طالما عرفنا الخواص اللي هي الفيزيائيه للاس اف 6 وعرفنا الخواص اللي هي الكيميائيه بتاعته وعرفنا الخواص الكهربيه، هنتكلم بقى ازاي بطفي الارك داخل اللي هي الاس اف 6 سيركت بريكر. طبعا هنا بنقول ان اطفاء الارك في اللي هو الاس اف 6 سيركت بريكر مختلف شويه عن الاير بلس سيركت بريكر. لو تفتكروا ان احنا في الاير بلس سيركت بريكر كان عندك تيار من الهواء ممكن يخش اكسيال، ممكن يكون كروس، ممكن راديال، بحيث ان هو يبرد الارك ويعمل لينسنج للارك، وبالتالي انت تقدر تطفيه بسهوله. هنا برضه حاجه شبيهه، لو جينا نبص الرسمه دي ونرجع للكلام ده تاني، بص كده تخيل كده، انت عندك لو انا عندي تو كونتاكت، ادي الكونتاكت الاولاني اهو، خلاص ده الكونتاكت بالنسبه لي اللي هو الموفابل، وادي الكونتاكت في الحاله دي اللي هو فيكس. وبعدين بنيجي بنعمل ايه؟ باجي زي ما شايفين كده حاطين جايبين نوزل كده، شايفين النوزل دي شكلها عامل ازاي المنظر ده، وحاطين هنا زي البيستون كده بين الايه؟ بين طبعا دي سلندرز، دي الغوبل سلندر، وادي اللي بره دي سلندر تاني. النوزل دي ماده عازله خلاص. وبعدين انا اعمل ايه؟ هبتدي اروح، انت تخيل كده البريكر في الحاله العاديه وهو مقفول، بيبقى الكونتاكت ده واصل مع الكونتاكت ده والدنيا تمام ومفيش اي مشكله. وانس ان حصل فولت ولا حاجه، انت بتروح فاتح الكونتاكت ده، اول ما يفتح هيبتدي يتكون ارك بين. طبعا اللي بيحصل انت بتحرك الجزء ده كده يا باشمهندس، فوت ده بيتحرك شويه، اول ما انت حركته هيبتدي يتكون الارك خلاص. وانت بتحرك ده مع الجزء اللي فوق، الحته اللي فوق دي، لما بتحرك الجزء اللي فوق ده والبستون ده ثابت، فبيروح ضاغط الهواء اللي في الحته دي. وانس ان الضغط ايه اللي يحصل؟ لما يحصل له ضغط يبتدي الهواء ده يخش عندك، يجي عند الارك كده اهو، يبتدي يعمل له تبريد في الناحيه دي كده، ويبتدي يزق الارك لجوه، بالتالي حصل لينسنج للارك، وحصل ايه تاني؟ وحصل كولنج للايه؟ للارك، فبالتالي بيقدر يطفي بسرعه عند اول زيرو. والغاز طبعا الكترونيجاتيف غاز، الكترونيجاتيف جاز، فبالتالي بيقدر يستعيد الخواص بتاعته ويطفي عند اول زيرو. لو خدنا الكلام ده بالتفصيل، طبعا لو جينا قارناه بالهواء انت بس عدناها، ونقول لو انت قارنت الارك اكستنكشن او الكابابيلتي انه يطفي الارك بالنسبه للهواء، هو 100 مره الكابابيلتي بتاعته اكتر من الهواء. عشان كده الاس اف 6 من الغازات الشهيره جدا والعالم كله معتمد عليها الى الان. لو جينا بصينا للكلام ده فعليا، تعالى نبص كده على اكثر البريكنج برنسبل او ازاي الارك بيحصل له اكستنكشن جوه الاس اف 6 سيركت بريكر. تعالى نبص واحده واحده كده بالصور، تعالى بص كده اللي قدامنا ده ايه؟ غالبا دي سكيماتيك دايجرام اهو للكونتاكت، بتبقى شكلها عامل ازاي؟ الفاكيوم سيركت بريكر، بدنا نتكلم عن الكونتاكت قلنا لا ده فيها
ستريبس معينه بحيث ان هي تعمل الكترومغنتيك فيلد يحاول ان هو يزولك الارك ده ويخليه متحرك على الكونتاكت. هنا برضه الكونتاكت بيبقى شكلها غريب شويه. انا عندي هنا في اي بريكرز اس اس سيركت بريكر بيبقى عندي تو كونتاكت، مين كونتاكت وفيه الارك كونتاكت. فين هنا بقى المين كونتاكت في الارك؟ بص كده شايفين الجزء ده كده يا باشمهندسين، شايفين الجزء ده كده، الحته دي كده مع الجزء ده اهو، الجزء ده كده مع الجزء اللي في النص ده، من اول هنا كده يا باشمهندسين اهو الحته دي كلها. الجزء اللي انا شاورت عليه ده ده الفيكسد كونتاكت. امال ايه تاني؟ طبعا هنا الجزء الثاني ده اللي هو اللي من اول هنا كده الحته دي، الجزء ده طبعا ده جزء سلندر دائري، فده من موفينج كونتاكت، بس ده المين موفينج كونتاكت. خلاص؟ امال ايه الجزء اللي تحت ده؟ الجزء اللي تحت ده اللي هو الجزء اللي قدامي ده الثاني ده، ده بنسميه اللي هو الاركينج كونتاكت. طبعا الجزء ده مليان غاز اهو، وفي بيستون زي ما احنا شايفين من هنا اهو. الوقت اللي بيحصل ايه؟ في الحاله العاديه ده البريكر بتاعي مقفول زي ما شايفين كده، الفيكس كونتاكت متوصل مع المين كونتاكت، الكهرباء ماشيه ايه زي ما شايفين متوصله، والدنيا ايه؟ والدنيا تمام ما عندكش مشكله، وبرده الارك كونتاكت متوصله، بس طبعا من المين كونتاكت فيها ريزيستنس بتاعتي اقل بكتير، فالكارنت كله ماشي معظمه في الايه؟ في اللي هي المين كونتاكت. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ طبعا ده الغاز بتاعي وده البيستون. اللي بيحصل بعد كده عاوزين نعمل ايه يا باشمهندسين؟ حصل فولت ولا حاجه وهنبتدي نفتح البريك. فاول خطوه هعملها ايه؟ هبتدي احرك الموفينج كونتاكت لود. تعالى بص كده يا باشمهندسين اهو، امسح الحاجات دي اهو. اول خطوه شايفين هنا الكونتاكت كان ايه؟ ده فضل زي ما هو، شايفين الحته دي هي زي ما هي، رحت انا محرك بس الجزء اللي تحت ده. الجزء ده اللي تحت بيتحرك هو البيستون زي ما شايفين كده راكب مع الجزء ده. فوانس انت حركته لتحت عمل ايه في الغاز اللي هنا؟ برافو، عملنا كومبريشن، خلى الغاز اللي هنا ده الاس اف 6 ده في ضغط، لكن ما زال هنا ومش عارف يخرج من الحته دي. الدنيا دي تقريبا هنا النوزل دي، ده النوزل بيبقى فيه نوزل كده يا باشمهندسين اهو، النوزل دي بتحاول تعمل، النوزل دي ماده عازله بتحاول ان هي توجه الغاز اللي طالع ده ناحيه الارك. طبعا هي غالبا هنا لسه النوزل قافله على اللي هي الغاز اللي هنا ده مش قادر يخرج. ما زلنا احنا كده فتحنا المين كونتاكت، لكن لسه الارك كونتاكت ايه؟ لسه مقفوله زي ما هي. طبعا هي ليه ما تكونش الارك؟ لان ما زال هنا ان انت تو كونتاكت دول موجودين، ففي مسار للكرم فمش هيحصل ارك. الخطوه الثالثه اروح انا فاتح الارك كونتاكت. طبعا وانس ان فاتح الارك كونتاكت ايه اللي حصل؟ كون ارك برافو اهو، وابتدى يبقى في مسار للايه؟ لما ده يتحرك، لما ابتدينا نحرك ده لتحت كده ابتدى يبقى في مسار للغاز اللي هنا. الغاز هنا وانس ان طلع هنا بيعمل ايه؟ بيعمل كولنج الارك، الغاز هيبتدي يتصرف كده زي ما شايفين اهو، يفضل يزق الارك ده ويعمل كولنج للايه؟ للارك، ويبتدي ان هو يزقه لبره فيعمل له برضه اكستنشن للايه؟ للارك ده. طبعا وانس ان عند الكرنت زيرو بيبتدي الارك ده يطفي، والغاز ده يبتدي اللي انت الضغط ده يبتدي يملى الجزء ده كله بفريش اس اف 6، وبالتالي اللي انت بتطفي الارك بسهوله. طبعا ده كان سكيماتيك دايجرام. لو عاوزين نبص على بريكر فعلي نشوف الاكشن سيركت بريكر عامل ازاي، تعالى بص كده. هو الوضع هو تقريبا، بس ايه يمكن الشكل مختلف شويه عشان بس نشوف شكل الكونتاكت الحقيقي عامل ازاي. برضه عندنا فيه الفيكسد كونتاكت، بص كده يا باشمهندسين شايفين ان هو لون اورنج ده اهو، الجزء اللي فوق والتحت ده، بص ده الجزء ده كده اهو، الجزء اللي تحت ده يا باشمهندسين ده بالنسبه لنا طبعا زي السلندر فوق زي تحت، فده بالنسبه لنا الفيكسد كونتاكت. وبعدين برضه معايا فيه الفيكس كونتاكت ده، وادي الموفبل كونتاكت، الموفبل مين كونتاكت الاول اللي هو الاثنين، الاثنين اللي هم اللي فوق واللي تحت دول، فاللي موجود ده ده الموفبل مين كونتاكت. امال في الارك كونتاكت، بص الارك كونتاكت هنا اهو، شايفين ده بالنسبه للجزء المتحرك اللي هو اللي معمول بالجري ده، وفي الجزء الثاني البلاج اللي هو بلاك معاه اللي هو ايه؟ يبقى ده بالنسبه لي هنا الارك كونتاكت بتاع الفيكسد، يبقى الفيكسد اركن كونتاكت، وده بالنسبه لنا الجزء الجري ده، ده اللي ايه؟ الجري اللي قدامي ده، ده يعتبر الموفابل اركن كونتاكت. طبعا الحته دي مليانه غاز اهو، في بيستون هنا زي ما بنتكلم، في الاس 6 مالي الدنيا دي اهو، فالحته دي مليانه ايه؟
مليانه غاز. طبعا هنا الوضع البريكر ده قافل ولا فاتح؟ تعالى بص كده، ادي المين كونتاكت اهو متوصلين الفيكسد مع الموبل اهو فوق من تحت، فخلاص كانت هنا كونتينوس وبرده الارك كونتاكت متوصل. حصل الوقت فولت ولا حاجه وابتدينا احنا ندي اوردر للبريكر ده، هبتدي افتح الاول ايه؟ نفكر كده مع بعض زي ما قلنا المره اللي فاتت، اول حاجه ايه؟ برافو، يبقى انا افتح اول حاجه الموبل مين كونتاكت ده، هبتدي احضر ده لجوه كده، امسك الجزء ده كده يا فرانسين واحركه النهائي كده. وانس انت حركته هنا والبيستون ده ثابت، هيعمل ايه في الغاز اللي موجود هنا؟ برافو هيتغطى. تعالى بص كده الجزء الثاني، شفت الحته دي اهي؟ حركناها ابتدت تتحرك اهو، المسافه دي بدل ما كانت كبيره هي ابتدت تقل شويه، والغاز هنا ابتدى الضغط بتاعه يزيد. لو انت وانا بس باللون يلو عشان يبين لك هنا ان الضغط بتاع الغاز ده قال. بس لاحظ ايه؟ الغاز ما زال مش عارف يطلع، لان لسه الارك كونتاكت لسه مقفول، لسه لحد دلوقتي ما فتحتش، ما تكونش ارك، والغاز مش قادر يتصلب عشان النوزل اللي موجود اللي هو الازرق ده اهو اللي هو المرسوم ده، ده النوزل اللي هي ماده عازله معموله عشان توجه الاس اف 6 ده ناحيه الارك من الكون، وما تسمحش ان هو يدخل في الحاله العاديه. فلسه هنا الاس اف 6 ابتدى يجي هنا لكن مش قادر يعدي ولا يعبر من هذه كده. الخطوه اللي بعديها هعمل ايه؟ اروح فاتح الارك كونتاكت، ابتدى فعلا شايفين الغاز اهو، الغاز اف 6 هيبتدي دلوقتي مضغوط عشان فعل البستون ده، يبتدي الغاز يبتدي يزق الارك ده، فزي ما شايفين هيحصل له اكسبانشن، لكن لسه الغاز مش قادر يجي النهائي كده. لو فتحنا كمان شويه خلاص الارك ابتدى يزيد، وفعلا ابتدى الارك ايه؟ طوله يزيد اهو، ولسه ده برضه قافل. بعد شويه هنزود الايه؟ هنفتح اللي هو الارك كونتاكت ده خالص. طبعا انا بمشي الشمال هو اللي بيتحرك ال 50، الجزء اليمين ده ثابت. فايه اللي حصل دلوقتي؟ بقى في الوقت الغاز يقدر يجي بالمنظر، فيروح زايق الارك ده يبتدي يزقه معاه كده، غير ان الغاز ما يعدي هنا يعمل كولنج للارك ده. وانس عمل لك كولنج وعمل لك استطاله هنا عند اول زيرو بيحصل اطفاء للارك زي ما انتم ايه؟ زي ما انتم شايفين. طبعا الحاله اهو ده من عندك المين كونتاكت اوبن والارك كونتاكت اوبن، يبقى خلاص كده نجحنا ان البريكر ده قدر يطفي الارك. يبقى انا بشكل البريكر بتاعي او شكل الكونتاكت قدرت اخليه الحركه نفسها بتاعتي هي اللي تضغط الغاز وتفتح الايه؟ الارك، او تفتح او تحصل اطفاء للارك اللي هنا بالحركه اللي انا عملتها بتاعت المين كونتاكت والايه؟ والاركينج كونتاكت. وبالتالي طبعا زي ما احنا عارفين احنا قسمنا الجزء بتاع المين كونتاكت والارك كونتاكت عشان نحافظ على الكونتاكت ما يحصلهاش تاكل، وبالتالي اللايف تايم بتاع البريكر يزيد. يبقى زي ما شفنا في السيركت بريكر ان انا استخدم اس اف 6 موضوع سهل جدا، والتكنولوجي بتاعته متطوره، وحجم المحطات بيقل جامد، والدنيا كلها دلوقتي الترند كله كان بيستخدم الاس اف 6. لكن الناس ابتدت تفكر من زمان جدا، من سنه حوالي 1983 تقريبا، من اول ما ابتدى الاس اف 6 ينتشر، الناس بتفكر هل ان مفيش بدائل للاس اف 6؟ ده اللي احنا هنشوفه ممكن في السلايد اللي جاي. تعالى بص كده، الناس لما جاوا فكروا في بدائل للاس اف 6 ابتدوا يقولوا طب خلاص هنعتمد على الفاكيوم. بس لو تفتكروا احنا الفاكيوم قلنا ايه؟ الفاكيوم قلنا مناسب للميديم فولتج ابلكيشن، اول ما بيزيد عن الجهد بتاعك عن ال 72.5 بيبقى الموضوع مش اكنومي خالص. هو احنا بنقول بص اللي ممكن تقدر تشغله وانا عامل 45، لكن الكلام ده مش اقتصاديا، بيبقى غالي جدا وبيبقى صعب بشكل كتير. خلاص عشان كده انا ما اقدرش اقول ان الفاكيوم هو بديل للايه؟ ما اقدرش اقول هنا ان الفاكيوم بديل للاس اف 6. طبعا لو جينا نتكلم على الرينج بتاعه هو زي ما قلنا قبل كده كان بيشتغل من اول الميديم 11 كيلو فولت لحد زي ما انت عايز، لحد تقريبا 1100 كيلو فولت ما عندوش اي مشكله. فانت الفاكيوم مش ما ينفعش بديل للاس اف 6. ابتدت الناس تفكر طب تعالى نشوف حاجه ثانيه كده، نعمل خليط من غازات معينه. ابتدوا يشوفوا السي او 2 مع الاكسجين، وقدروا يوصلوا فعلا ل 31، يقدروا يطفوا فولت كرم 31.5 كيلو امبير. بس كانت المشكله ان الغاز ده ما بيشتغلش الا في درجات الحراره العاليه. لو انت جبت وحاولت تشغله عند ناقص 30 درجه سليزيوس زي ما الوصفه قالت بيحصل له بيتحول لليكويد وبيعمل مشكله، وبالتالي ما بيبقاش موجود غاز اصلا وما بيقدرش يطفي النار. خلاص؟ فابتدت الناس تفكر في حاجه ثانيه. فقالوا خلاص ابتدت من حوالي سنه 2000 ابتدى الناس في غاز هنسميه اللي هو التريبل جي، بقى الناس اللي هو جريد او جاز فور جرين جريد، بدل ما الناس تكتب جاز فور جرين جريد سموه جي تريبل جي، وهنتكلم عليه بالتفصيل. وده يقدر يشتغل
الابلكيشنز لحد ما اس 25 بدون اي مشكله خلاص، وبيفضل ليكويد زي يفضل جاز زي ما هو. في ناس ابتدت تحاول تستخدم الغاز اللي هو الفلور والكيتون، بس المشكله كان برضه زي السي او 2 مع الاو 2 كان ريستريكتد المينيموم تمبريتشر 5 درجات، لكن لو اقل من 5 بتحول ليكويد وبيعمل مشكله. خلاص طيب تعال بص كده الخريطه العالميه كانت بتشتغل ازاي. الاس ام 6 الناس اكتشفته ابتدوا يلقوا النظر عليه سنه 1938 من ابتدى التكنولوجي دي من اول 1950 ابتدى يخش السوق. من 1980 تقريبا الاس ام 6 بقى رقم واحد في السيركت بريكرز كلها، في بالذات في الهاي فولتج سيركت بريكرز، كان تربع على العرش اللي هو البريكرز او جي اي اس كله من سنه 1980 تقريبا لحد الايه؟ لحد دلوقتي. لكن حصل مشكله ان جت ليه الناس بقى ابتدت تفكر طالما الاس ام 6 مريحنا والخواص بتاعته العزل كويسه جدا وهو شغال كويس، ليه الناس ابتدت تفكر في بديل الاس ام 6؟ اللي حصل فيه مشكله سنه 1997 المنظمه بتاعت اللي هي الجلوبال المنظمه العالميه للمناخ او الحفاظ على المناخ كيوتو اعتبرت الاس اف 6 ده من غازات الاحتباس الحراري. طبعا يعني ايه غازات الاحتباس الحراري؟ احنا عارفين كلنا نسمع عن ان السي او 2 ثاني اكسيد الكربون بيسبب وجوده في الهواء بكثره او زيادته في نسبته في الهواء بيعمل احتباس حراري، ان هو بيخزن سولد انرجي جواه والحراره جواه، فده بيسبب ان درجه حراره الكون كله او درجه حراره الكره الارضيه تبتدي تعلى. طالما درجه الحراره تعلى ممكن يحصل انصهار للجليد في القطبين وبالتالي ممكن تحصل مشاكل الفيضانات والكلام ده. فمنظمه اللي هي الطقس العالمي او منظمه اللي هي المناخ، المنظمه العالميه للمناخ ابتدت تبص على المشكله دي واعتبرت الاس اف 6 ده من الغازات اللي هي بتسبب الاحتباس الحراري. طبعا لو هم بيتكلموا على الكربون انه عامل مشكله، الاس اف 6 اخطر من 23000 مره 23500 مره من السي او 2، فهو اخطر بكتير من السي او 2. فكل المنظمات العالميه بتحاول عايزه تلغي الاس اف 6. طيب طالما ابتدى يحصل فالناس ابتدت من سنه 97 بقى ابتدوا الموضوع ياخد حيز الجد وابتدت الناس تصرف في البحث العلمي ان يجيبوا بدائل. فسنه 2010 ابتدى يكتشفوا بالتعاون مع شركه اسمها 3M ابتدوا ان هم يعملوا اللي هو التريبل جي اللي هو جرين جاز فور جريد. جرين جاز فور جريد بدل ما نكتب جرين جاز فور جريد بنكتب تريبل جي. طبعا ايه التريبل جي ده؟ تعالى بص عليك. طبعا ده الشركه اللي هي 3M و3M دي ابتدت 3M تعاقد مع اليستون، وكان عندهم هم غاز 3M ده اصلا مستخدم من زمان من انتاجهم. الغاز ده عباره عن زي ما شايفين كده ثلاث اربع ذرات كربون زي ما شايفين سي 4، وفي الفلور زي ما احنا شايفين كده عندنا سبع ذرات فلور ونيتروجين واحد زي ما احنا شايفين. الغاز ده بيسموه فلورينيتد نترايل او الفلورينيتد نترايل ده لقينا الخواص بتاعته كويسه جدا كماده عزل. خلاص فابتدت الشركات كلها تاخد الغاز ده وتحاول تعمل عليه اختبارات نبدا ونشوف هل نقدر نستخدمه بدل اس اف 6 ولا لا. وابتدى الناس كلها في الابحاث من 2010 ابتدت تشتغل على الفلورينيتد نترايل ده لحد ما نشوف عامل ايه. فالغاز ده الاسم اللي هو الكوميرشال طبعا ده الاسم العلمي بتاعه الفلورينيتد نترايل. الاسم الكوميرشال بتاعه في السوق كان معروف بنوفيك نوفيك جاز. النوفيك جاز ده ابتدت الناس تعمل عليه ابحاث كتير قوي وابتدوا يقارنوه بالناس اللي بالاس اف 6 والسي او 2. طبعا احنا اتفقنا قلنا الناس حاول تجيب بدائل الاس اف 6 تاني يستخدموا السي او 2 فابتدوا يحطوا الثلاثه دول في مقارنه كده. فلو جينا نشوف البويلنج بوينت بتاع الغاز دي عند ال 1 اتموسفيريك هتلاقي ان النوفيك 4070 10 ده كان البوينت تمبريتشر بتاعته عند نايس 4.7، لكن الاس اف 6 عند نايس 6.3 والسي او 2 عند نايس 79. يعني ايه الكلام ده؟ قبل البلو تمبريتشر دي الغاز بتاعنا بيتحول لليكويد. فانا هنا لو انت استخدمت الفلورون نترايلز ده هيبقى عندك مشكله ان انت مش هتقدر تستخدمه اقل من نايس 4.7، لان انت لو قللت عن كده هيتحول لليكويد وبالتالي مش هقدر استخدمه. لكن الاس اف 6 زي ما احنا شايفين البويلنج تمبريتشر بتاعته نيجاتيف 63 فاقدر اشغله عند نيجاتيف 70 وزي ما انا او نيجاتيف 25 من غير اي مشكله.
خلاص. لكن تعالى بص كده، لما جينا نقارن الخواص الكهربيه بتاعته، لقينا الريلاتيف الدايركت سنس بتاع النوفيك ده عباره عن اكبر حوالي ضعفين 2 باليونت من قد الاس اف 6 مرتين. طبعا احنا بنقارن بالاس اف 6 او الاس اف 1 100%، لكن ده قد الاس اف 6 مرتين. لكن لو قارنت السي او 2 بالاس اف 6 هو تقريبا الثلث بتاعه بس، حوالي 32% من الاس اف 6. طيب بالنسبه للسميه، طبعا لو احنا بنتكلم على الريت بتاع السميه بتاعنا، لو بنتكلم على ان الاس اف 6 ده سكيل بتاعنا حوالي زي ما شايفين كده 500,000، لا انت عندك هنا ده 10,000 بس لحد 15,000، فهو اقل بسميه كتير جدا من الايه؟ من الاس اف 6، واقل كمان من الايه؟ سي او 2. لو جينا نتكلم على كروجن، هو نون كروجن الماتيريالز المستخدم معاها النحاس او الحديد او الالومنيوم، هو مش كلودد معاها او ما سببش التاكل ليها ولا، لكن طبعا السيسكس معروف ان هو ايه؟ برضه لا يسبب التاكل، والسي او 2 لا يسبب التاكل. برضه في الابيلتي، هل هو بيشتعل ولا لا؟ لقينا ان هو غير قابل للاشتعال. لو جينا نتكلم على الاستابيلتي وستيبل، زي ما نشوف درجه حراره حوالي 800، دي حاجه كويسه جدا. طبعا السي او 6 وقلنا ايه؟ والسي او 2 غازات خامله. لو انت عايز تحوله لليكويد عند درجه حراره، لو ثبتنا درجه حراره عاوزين نحوله لليكويد، فده الكلام ده يحصل عند 0.03 بريشر ميجا باسكال، 0.03 ميجا باسكال. طبعا لو جينا نتكلم، احنا قلنا كل احنا ليه خلينا عاملين دوره على الاس ام 6 ليه؟ عشان نقول الاحتباس الحراري. فالاحتباس الحراري فهنا جلوبال وورمنج بوتنشال، اللي هي قد ايه الغاز ده بيسبب احتباس او بيختزن الطاقه معاه. فطبعا كل الكلام ده المنظمه العالميه عامله سكيل، السكيل ده بتقارن تمام كل الحاجه بالسي او 2. فلو خدت سي او 2 1 هيبقى الاس اف 6 زي ما شايفين كده 23,000 مره و500 احتباس اعلى او يخزن طاقه اكتر من السي او 2. لكن النوفيك 4410 ده لا، تخزين الطاقه حوالي 2400 من الايه؟ سي او 2. طبعا 2400 بالنسبه ل 23,500 رقم قليل جدا. فعشان كده ابتدت الناس تفكر ان هم يستخدموا النوفيك 4710. بس في مشكله هنا، مشكله هنا ايه؟ زي ما التيبل ده باينه جدا، هو صحيح الدايركت سنس بتاعه كويس والدنيا كويسه، بس المشكله ان انت عندك بيحصل له ايه؟ ان هو الغاز ده بيتحول لليكويد عند درجه حراره نيجاتيف 4.7. طب ايه الحل؟ فالناس فكرت تشوف الحل للموضوع ده، ابتدوا يعملوا ايه؟ ابتدوا يخلطوا اللي هو النوفيك ده، ابتدوا يخلطوه يا باشمهندسين بالايه؟ بالنيتروجين. لما ابتدوا يخلطوه بالنيتروجين ابتدوا يشوف الريشو بتاع النوفيك ده عند ايه؟ فاما جينا لما نخلط النوفيك ده 5% و10% و15% و20% عند الريشو بتاع النوفيك ده وصل ل 20% من النيتروجين، لقينا ان الدايركت سنس بتاعه ما زال تقريبا قد الاس 6 بالظبط، اهو عند نسبه 20 اهو. الخليط بتاعنا ده تقريبا ما زلنا ايه؟ الدايركت سنس بتاعه زي ما شايفين كده زي الايه؟ زي الاس 6 بالظبط. خلاص؟ وايه تاني يا باشمهندسين؟ الريشو بتاع، طبعا هنا انت بادئ نيتروجين بس، زي نحط على النيتروجين 5% نوفيك 10% 15 20. عند ال 20 تقدر توصل للايه؟ ان هو زي الاس اف 6. طبعا زي الاس اف 6 مفيش داعي ان انت تزود عن كده. خلاص؟ فعملوا خليط يا باشمهندسين من الايه؟ من النوفيك مع النيتروجين. الخليط ده يا باشمهندسين زي ما شايفين اهو، بدل ما سموه التريبل جي اللي هو جرين جاز فور جريد، بدل ما هو ده الميكستشر اوف نوفيك اند اير او نوفيك اند نيتروجين، سموا الكلام ده الخليط ده على بعضيه كده جرين جاز فور جريد، وده او تريبل جي. طبعا المقارنه هنا تعالى بص كده، لو احنا عاوزين نثبت نفس الجهد بتاعنا، فعند بريشر 0.15 ميجا باسكال كان عند جاب ديستانس 22 مللي قدرنا يقدر يتحمل او بريك داون فولتج بتاعه 72. اما استخدمت السي او 2 لو انت عايز تحافظ على نفس الجهد ده، فانت محتاج مسافه سبيس 60 مللي. لكن لو تريبل جي يعني انت ناقص 25 درجه سليزيوس، وفي الحاله دي البريشر بتاعنا 0.15 نفس البريشر بتاع اس اف 6، انت محتاج منها الكونتاكت جاب 26 مللي عشان تديك نفس الايه؟ نفس اللي هي الجهد او البريك داون فولتج بتاع الاس اف 6 لوحده. طبعا تعال بص كده 22 مللي من 26 مش فارق، وحصلت على نفس الجهد. فالناس قالوا احنا لو رفعنا بس الجهد حاجه بسيطه جدا، بدل 0.15 بقى 0.17 عند نفس المسافه اللي هي 22 مللي، هقدر احصل على نفس الايه؟ نفس الجهد بالظبط او البريك داون فولتج بالظبط.
فبالتالي نقدر نستخدم التريبل جي ده بسهوله في المحطات بتاعتنا. طب ايه اللي خلانا زودنا او خلطنا النظيف ده ما استخدمناهوش ليه بالحاله اللي هي لوحده كده؟ لان طبعا احنا قلنا لوحده بيحصل له مشكله انه بيتحول لليكويد، لكن لما حطينا معاه نيتروجين قدرنا نوصل لدرجه حراره 25 من غير ما يتحول ليكويد والدنيا بقت كويسه بالنسبه لنا. فعشان كده الناس التانيه بتعتمد ان هي تستخدم التريبل جي في السيركت بريكرز وفي الديسكونكتور. تعالى اقول الناس ابتدت تعمل عليه الاول اختبارات، لكن وانس انه نجح فيها ابتدت الناس تستخدمه في جي اي اس، وابتدت تستخدم الناس تعمل ايه في السويتشنج والديسكونكتور وكل الكلام ده، ابتدت تعمل سيركت بريكر. وبقى في كومن وقت لحد ال 145 موجوده من الايه الجي 3 سيركت بريكر. طيب طبعا لو جينا نقارن بقى، انت دلوقتي مش بنستخدم النوفيك 14710 بس، احنا بنستخدم جي 3. لو جيت قارنته من ناحيه اللي هو الاحتباس الحراري، احنا قلنا الاس اف 6 بيسبب قد ايه مره بالنسبه للسي او 2؟ بنتكلم 23500 اكوفلنت من سي او 2. لكن الخليط ده بقى لقينا نسبه الاحتباس اللي فيه قوي، لو انت قارنته بالسي او 2 هيبقى 380. طبعا رقم اقل جدا حتى عن النوفيك، النوفيك لوحده كان 2400. الخليط ده تقريبا توصل لكام؟ ل 380، وده رقم قليل جدا بالنسبه للاس اف 6. ابتدت الناس تعمله على سكيل كبير شويه في مشروع اتعمل في يو كي، عملنا جي اي بي. طبعا لسه قايلين جي اي بي اللي هو ايه؟ لسه قايلين من شويه جي اي بي اللي هو ايه؟ جاز انسوليتد باسبار. جبنا باسبار كده اهو هيوصل من محطه لمحطه زي ما احنا شايفين كده، ادي باسبار، وخلينا حطينا كونتينر كده، والعزل بتاعه كله الغاز بتاعنا اللي هو التريبل جي. في الحاله دي كان طول الباسبار ده حاطينه واخدين طول كده 300 متر، وابتدينا نشوف حجم الاس اف 6 اللي انت استخدمته والدنيا كلها كانت عامله ازاي. الريتد كارنت كان 4000 امبير بتاع الباسبار ده، وكان الشورت سيركت كارنت ريت، الشورت سيركت ريتد كارنت كان 63 كيلو امبير، واشتغلنا على فولت 420 كيلو فولت. طبعا ده رقم كبير جدا عشان احنا في موضوع جديد اللي هو تريبل جي كانوا بيجربوه. فتعالى بص كده الاس اف 6 لو انت جيت تستخدمه احتاج منه، طبعا احنا قلنا الجلوبال وورمنج بوتنشال بتاعه 23500. لو احنا نشوف الجاز ميشن دورنج 40 ييرز، لو انت في 40 سنه وابتدى يحصل لوسز، قلنا تقريبا هيحصل لوسز نص بالسنتج كل سنه، نص بالميه، طبعا ده رقم قليل، اكيد هيحصل لوسز سواء عند الصيانه او حصل مشكله وانت بتفتح شامبر ولا غيره، فانت قلنا نص بالسنتج نص بالميه بس هو اللي هيحصل ليك كل سنه. في الحاله دي هيحصل تسريب جيوغرافي جوي حوالي نص طن من الاس اف 6، ده يكافئ من السي او 2 اكنك هنا حوالي 11750 طن من السي او 2، ده رقم كبير جدا. الناس عماله تتكلم عن مصانع ما تطلعش سي او 2 والسيارات والسيارات الكهربائيه، تخيل يبقى انت عندك بس الاس اف 6 لوحده، بنتكلم على جي اي بي 300 متر بس، بنتكلم في 11750 طن، رقم كبير جدا. لكن لو انت استبدلته بالتريبل جي، اول حاجه الليكج ده من الجي 3 ده الفوليوم بتاعك هيقل، فانت هنا الليكج هيبقى 0.23 بس طن، ووصلنا هنا ان الكوفلنت بتاعه في 40 سنه بنتكلم في حوالي 64 طن كوفلنت سي او 2. طبعا لما تقارن 74 ب 11750 رقم يعني ما فيش مقارنه بينهم تماما. فالتريبل جي الغاز ده هو ترند اللي هيبتدي يغزو المحطات يمكن لسه ما دخلش مصر، لكن احنا متوقعين في القريب هيبتدي يغزو كل الدنيا، بالذات ان الكود ابتدى يشتغل عليها ابتدت تزيد، وصلنا لحد 420. يبقى انا بالتالي في مصر انا ممكن اشغل ال 220 كيلو 66 بالتريبل جي، ومع التايم على طول ما زال هنا الريسيرش مفتوح ان انا احاول ازود واوصله ل 500 كيلو واعلى. طبعا ده ريسيرش مفتوح، لو حد برضه عايز يعمل ريسيرش ممكن يشوف الغاز ده ويبتدي يعمل عليه ابحاث ويشوف هل ممكن ايه اللي ممكن نزوده فيه، او نعمل ايه الخليط ده ممكن نزود فيه ايه، بحيث ان انا اقدر ازوده لجروب اعلى واشوف المشاكل بتاعته. يا بنا الناس ما وقفتش عند الاس اف 6، ابتدت تشوف بدائل للاس اف 6، وفعلا وجدوا الموضوع على طول. وانس ان كيوتو المنظمه العالميه للمناخ اعتبرت الاس اف 6 97 اعتبرته غاز من غازات الاحتباس الحراري، على طول سنه 2010 ابتدت الناس تجيب بديل، وزي ما بيقولوا كده الحاجه ايه ام الاختراع. فنحاول ده ترند لينا اهو، احنا نفكر ما نقفلش دماغنا ونشوف، ممكن انت تشوف انت غاز جديد او غيره او خليط معين ونحاول نستخدمه بدل الاس اف 6.
طيب فاضل بس اخر حته في المحاضره بتاعتنا النهارده. طبعا كان نفسنا ان ده الجزء ده كبير جدا اللي هو موضوع الاختبارات اللي هتم على اللي هو الهاي فولت سيركت بريكرز، ده جزء كبير وفيه تفاصيل كتير قوي، لكن للاسف مفيش وقت، فاحنا هنحاول ندي بس يعني سامري كده للموضوع، وهنسيب لك بعد كده ريفرنس ولا حاجه ممكن انت تحاول تقرا منه لو وقعت ولا حاجه او احتجت المعلومه نقول لك ازاي تجيب. لو احنا هنتكلم عموما، انت لو عندك سيركت بريكر عشان اقول الكومبوننت ده كويس لازم يعدي على اختبارات معينه. الاختبارات دي يا باشمهندس ايه هي؟ عموما الاختبارات الموجوده اللي بتحصل على اي كومبوننت بتبقى حوالي يعني في ناس بتقسمها اربع حاجات او ثلاث حاجات. في حاجه اسمها تايب تيست، وفي حاجه اسمها روتين تيست، وفي حاجه اسمها كوميشننج تيست. يا ترى ايه الفرق بين الثلاثه؟ لو انت لسه دلوقتي بتعمل سيركت بريكر جديد، حاجه لسه جديده خالص ما اتعملتش، فوانس انت اول ما تعمل السيركت بريكر ده وانت لسه جديد لازم تروح معمل تاخده معمل كده معتمد، والمعمل ده تبتدي ان انت تعمل عليه اختبارات، تعمل اختبار الشورت سيركت عليه والميدين كارنت والريتد والالكتريك سنس، كل حاجه تعملها على واحد او اثنين او عينات معينه من السيركت بريكر اللي انت عملته جديد كده. وانس ان انت اتاكدت ان العينه دي سليمه، لو حصل لو لقيت فيها مشكله بتعمل ايه؟ بترجع تاني للتصنيع وتعدل فيه وترجع توديها لمعمل تاني. المعمل ده غالبا بيبقى اندبندنت عن المصنع اللي بيعمل سيركت بريكر عشان تضمن الكواليتي بتاع السيركت بريكر اللي انت عملته. الجزء اللي انت عملته في الاول خالص ده يعني وانت لسه بتختبر سيركت بريكر جديد ورحت عملته في المعمل، ده بيسموه تايب تيست. التايب تيست ده ما بيتعملش على كل الكومبوننت، بيتعمل فين؟ بيتعمل على البروتوتايب او العينات اللي انت عملتها في الاول او اول اصدار من البريكرز اللي انت اخترعتها، بتحاول تديها معمل، ما بتعملش بنفس المصنع اللي بيعمل سيركت بريكر، لازم توديها معمل اندبندنت، معمل سيبر مستقل هو اللي يعمل لك الاختبارات دي عليه. يبقى التايب تيست دي بتتعمل فين؟ بتتعمل الفيرست فيو بروتوتايب، بتتعمل لاول منتج او اول اللي انت عملتها، وبعدين دي بتتعمل في معمل خارجي. طيب وانس ان خلاص السيركت بريكر ده المعمل قال لك البريكر دي تمام، هبتدي انا انتجها في المصنع عندي. هبتدي دلوقتي انا المصنع عندي كبير قوي بيعمل مثلا 5 6 بريكر في اليوم، وانت عملت تبيع لكل الدول، في الحاله دي لازم انا عشان البريكر ده يخرج من المصنع للفاكتوري بتاعي اهو، لازم انا اتاكد كصاحب مصنع اتاكد ان السيركت بريكر بتاعي ده كويس، فانا لازم اعمل انا اختبارات على كل سيركت بريكر يخرج من التصنيع بتاعي. دي في الحاله دي انا اللي بعملها، مش هفضل كل البريكر اروح اديه المعمل، لا ده انا جوه المصنع خلاص انا متاكد ان البروتوتايب بتاعي شغال كويس، خلاص فانا كل بريكر بقى هبتدي انا اختبره. فكل الاختبارات اللي بتتعمل على كل الكومبوننت في الحاله دي بيسموه روتين تيست. فالروتين تيست ده هو ايه؟ ده الاختبارات اللي بتتعمل على كل سيركت بريكر خارج المصنع، وده غالبا بيتعمل في المصنع بتاع الايه؟ بتاع اللي هو الشركه اللي بتصنع البريكر ده، سواء فاكيوم او سواء اس اف 6 او غيره، نتكلم مثلا سيمنز ولا شنايدر ولا غيره، ففي المصنع بتاعها او اي بي بي هي اللي هتعمل الاختبارات بتاعتها، ده بيسموه الروتين تيست. طيب جيت انا اشتريت السيركت بريكر ده خلاص وتاكدت ان هي تمام، ورحت خدته عندي السايت، جيت عندي محطه كبيره او سب ستيشن كبيره، ورحت مركب السيركت بريكر ده فيها. بعد ما ركبته طبعا بجيبه في الجي اس تيجي متفككه كل حته لوحديها، فانا ركبتها عايز اتاكد التركيب بتاعي صح، وعايز ابتدي بقى ان هو اتاكد ان بعد ما ركبته هيشتغل مظبوط، فبعمل حاجه اسمها كوميشننج تيست. فالكوميشننج دي بتتعمل بعد التركيب، ودي بتتعمل في السايت، خلاص بتاكد ان البريكر بتاعي ده الريال بتاعته مظبوطه وهو شغال كويس. طيب بقى انا هعمل ايه؟ بقى انا عرفت ان التيست اللي ممكن تعمل على السيركت بريكر ده ثلاث انواع، تايب تيست وروتين تيست وكوميشن. التايب ده بيتعمل على الاول منتجين ثلاثه اللي انت لسه عاملهم، بتعمل في المعمل. الروتين تيست ده بيعمله مصنع على كل الانتاج بتاعه. الكوميشن ده بيتعمل في السايت بعد ما ركبت السيركت بريكر. طب يا ترى ايه التيستات دي؟ طبعا السيستات دي كلها بتتعمل اكوردنج للمواصفه، لو انا بتكلم عن المواصفه هنا الاي سي 60694 دي مواصفه طبعا دي بتاع سيركت بريكر، وفيها التفاصيل ازاي التست دي بتتعمل. احنا هنا بس كتبت لك بس الانواع اللي هي الايه التست، ما دخلتش في تفاصيل خالص لان مفيش وقت طبعا ان احنا نقولها، لكن كل تست من دول ليه البروسيجرز ازاي بيتعمل وازاي ان انا اكسبت ان او ارفض العينه بتاعتي. لو جينا بصينا مثلا لاول جروب هنا قسمت انا الفور جروب، جروب اول حاجه اللي هنا الدايلكتريك تيست، انا هعمل اختبار العزل بتاعي على المين وعلى الاوكسيلري اللي موجوده في السيركت بريكرز وعلى كنترول سيركت.
فانت سواء مين سيركت او اوكزيلري او كنترول سيركت لازم اعمل عليهم الدايلكتريك سيست اللي هي اختبارات اللي هي العزل بتاعي. طبعا هتشمل بقى الهاي فولتج والكلام ده. طبعا في راديو انترفيرنس فولتج بتشوف الانترفيرنس بتاع الجهد بتاع الاخبار ايه او بتاع الكترومغنيتيك ويفز اخبار ايه، فده برضه تيست بيتعمل. بعد كده انت عايز تطمن على البريكر نفسه، فلازم اتاكد اعمل ميجرمنت للريزيستنس بتاع المين كونتاكت. فهنا في الجزء ده هبتدي اقيس الريزيستنس بتاع المين كونتاكت اخبار ايه. برضه بعد كده في بعمل تمبريتشر لايسيس. ايه التمبريتشر لايسيس ده؟ انت مكتوب على البريكر ده وانت شايل البريكر ده انه الريتد بتاعه 4000 امبير. طب يا ترى ده هيقدر يتحمل ال 4000 امبير يمشوا فيه ده؟ ادي البريكر اهو. يا ترى ده هيقدر يتحمل ال 4000 امبير يمشوا فيه كونتينوس من غير ما يحصل له حاجه ولا لا؟ ففعلا هنا ببتدي بعمل الاختبار ده، بحط فيه الريتد كرنت وابتدي اشوف التمبريتشر رايز اخباره. طبعا بزود عن الريتد ده للبروسيدور، بس ده عشان اتاكد انه يقدر يتحمل ال 4000 دول مدى الحياه او كونتينوس. طيب احنا برضو احنا قلنا البريكر بتاعنا بيتوصل بايه؟ لو جينا نشوف كده احنا بنوصل بالجهد بتاعي، لو تفتكروا الريتد فولتج، فالريتد فولتج ده متوصل بيتوصل بالامباس فولتج. فالجزء الدايلكتريك ده هيعمل لك هيتاكد من الحاجتين دول. خلاص؟ طب بيتوصل بايه تاني؟ الكونتاكت ريزيستنس عشان يتحمل، والتمبريتشر رايز دول بيضمنوا ان هو يشيل الريتد كرنت كونتينوس. بعد كده ايه تاني؟ احنا بنوصفه بالميكنج والبريكنج كارت لو حد فاكر. ففي عندك الميكنج والبريكنج كارت، فلازم نختبر الكلام ده. ففي هنا بالذات اللي انت عندك ده تايب تيست، فلازم اتاكد على الشورت تايم والستاند كارت، ابتدي اشوف الشورت احط عليه على شورت سيركت كارت واشوف هيعمل ايه، واشوف البيك كارت اللي يقدر يتحمله قد ايه، والميكنج كارت بتاعه اللي يقدر يميكه قد ايه. طبعا يبقى انا اتاكدت هنا من الريتد فولتج والريتد امبلس والميكنج والبريك كارت والريتد. فاضل تاني يا باشمهندسين، عايز اتاكد من الديجري اوف بروتكشن اوف انكلوجر. خلاص الوقت الانكلوجر ده بيبقى زي ما شايفين ده جي اي اس ذات الاس ال سي سيركت بريكر والاير بلس سيركت بريكر. الوقت ده انكلوجر وموجود فيه غاز معين، هل الغاز ده هيبتدي يحصل فيه تسريب ولا غيره؟ فعايز اتاكد ان البروتكشن بتاعه كويس ومش هيحصل له اي مشكله، فاتاكد من التايتنس بتاع الايه؟ بتاع الانكلوجر ده. طبعا ده بيتعمل بيتحط في واكويبمنت مخصص لكده اكبر شويه مقفول خالص، وابتدي اشوف اقرا نسبه الاس اس اللي ظهرت هنا، وبناء عليها اشوف التايتنس او نسبه الاحكام للبتاع الكومبوننت بتاعي ده او سيركت بريكر ده اكبر. بعد كده في الميكانيكال تيست. احنا قلنا البريكر ده هيقدر يفتح ويقفل، هيقدر يفتح ويقفل كام مره؟ هو مصمم يشتغل 1000 مره ولا 500 مره على حسب الكلاس بتاعه لو بتفتكره. فعلى حسب الكلاس هبتدي اعمل الاوبن والكلوز واشوف الكلام ده حصل ميكانيكال، حصل له مشكله ولا ما حصلوش مشكله. اخر حاجه الانفيرومنتال تيست، انت بتقول والله ده بيتحمل درجه حراره كذا وبيتحمل ضغط جو كذا وبيتحمل كذا، فهل الكلام ده فعلا بيتحمله ولا لا؟ في الانفيرومنتال تيست اخبار ايه؟ والاي بي تيست اخبار ايه؟ خلاص؟ يبقى انا التايب تيست هنا بالنسبه لي اتاكدت على الانسوليشن بتاعي كويس، اتاكدت ان الكونت بتاعتي مظبوطه، الريتد والميكنج والبريك كارت كويسين، ان الغاز مش بيتسرب من الانسوليشن بتاعي، انه يقدر يتحمل العدد اللي مصمم ليه، فبالتالي كده اقدر اقول والله البريكر ده كويس بالنسبه لي. غير كده لو فشل في اي واحد فيهم معناه البريكر ده اصلا مش مناسب وده تايب تيست سقط فيه، فبالتالي بقول للمصنع ما تقدرش انت تنتج من هذا النوع من البريكر. فلو نجح في كل الحاجات دي هبتدي انقل على النوع الثاني من التيست اللي هو روتين تيست. طبعا هنا خدت مثال بس التيست بتاعنا، ان انت عندك كل ريتد من البوتنشال بتاع سيركت بريكرز ليه ريتد باور فريكونسي، لازم تختبره على باور فريكونسي معين. لو خدنا مثلا مثال سي مثلا 220 كيلو اللي هو الريتد بتاعنا 245 كيلو، هتلاقي لو انت عايز تختبره لازم احط انا 425 كيلو فولت الباور فريكونسي في مصر هنا 50 هرتز لمده دقيقه، ولازم ما يحصلوش بريك داون، واحط ويد خلي البريكر بتاعي ويد، واحط 350 كيلو لمده 10 ثواني المفروض ما يحصلش بريك داون. لو حصل بريك داون يبقى البريكر ده فشل في التيست ده. خلاص؟ برضه بالنسبه للامبلس، فانت هنا تشوف الامبلس بتاعتك كام؟ يعني عند 245 لازم يتحمل امبلس حوالي 900 كيلو فولت، وبالتالي لو انت حطيت عليه امبلس عدد معين من المرات المفروض ما يحصلش بريك داون في المرات اللي انت حصلتها فيه. طبعا ده مثال بس. عندك بالت تيبل ده متاخد من ايه؟ من الوصف. برضه انا في الميجرمنت اوف دي سي ريزيستنس، طبعا بتبتدي ان انت تقيس دي سي ريزيستنس
بتاع الكوينت بتاع سيركت بريكر. غالبا طبعا احنا قلنا ايه قبل كده، يعني احنا بنتكلم الاوردر بتاعنا فيه تنز اوف مايكرو اوم، مش هبيقيس الدي سي ريزيستنس تطلع بالواحد اوم او 2 اوم، لا ده احنا بنتكلم فيه تنز 10 20 30 لحد ايه 50 60 مايكرو اوم، ما تزيدش عن كده. خلاص طبعا هنا بتبقى بتقيس انت اول بول وتقيس ثلاثه، ما تقيسش واحد بس، لازم تقيس 3 بول. خلاص ولازم الثلاثه يكون قريبين جدا من بعض، لو لقيت واحد غريب كبير عنهم او في مشكله معناها البريكر ده البول ده في مشكله لازم يتغير. طب انت هتقيس الكلام ده ازاي؟ غالبا بيقيس الكلام ده باستخدام المايكرو اوميتر، ده الجهاز اللي هو المور كومن، او انت تحط فولتج دروب وتشوف الكلام ده قد ايه بتقسمه على بعض. لكن المور كومن براكتيكال اللي هو جهاز بيقيس مايكرو اوميتر، ما تقيسوش بالاوميتر العادي ولا بالافوميتر ولا الكلام ده، مش هيقدر يجيب معاك الرينج اللي انت بتتكلم فيه، بتتكلم في مايكرو اوميتر. خلاص دي كانت ملخص سريع للتايب تيست. الروتين تيست بقى انت خلاص الشريط او المصنع خلاص اتاكد ان المنتج بتاعه كويس، هيبتدي يبص على ايه؟ هيبتدي يشوف الدايلكت تيست اخباره ايه؟ يحط يبتدي جهد على البريكر نفسه على كل منتج طالع ويتاكد ان متحمل الجهد اللي اشتغل عنده، وبعدين هيبتدي يشوف الدايلكت تيست بتاع الكنترول والاوكسيلري سيركت اللي موجوده معاه، ويقيس برضه الريزيستنس بتاع الكونتاكت. خلاص يشوف نسبه الاحكام بتاع الغاز اللي موجود جوه الايه؟ جوه البريكر ده. وبرده في طبعا انزايد فيجوال تشيكس، بص عليهم من بره كده هل في حاجه مكسوره حاجه مش عارف ايه، كل الكلام ده لازم يحصل في الايه في الروتين تيست. خلاص انت اشتريت البريكر هبتدي اعمل بقى ورحت ركبته، فابتدي اعمل كوميشن. في الكوميشن اتاكد من ايه؟ اتاكد الحاجه اول حاجه ميكانيكال، هتروح تبص كده بعينك تشوف الدنيا ميكانيك، تعمل اون وتعمل اوف وتشوف بيقدر يكونتاكت ولا لا، شغال اوتوماتيك ومانيوال ولا لا، تبتدي تشيك على التركيب بتاعك انه كويس والدنيا بتاعتك كويسه. برضه انت عارف ال 3 كونت، لو انت في 3 بول سيركت بريكر الثلاثه دول لو نفس الشافت اتاكد ان الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعضيهم، لو شوف الترافلنج تايب بيمشوا مع بعض ويوصلوا لنفس البوينت مع بعض ولا لا. بعد كده برضه بتقيس اللي هي الانسوليشن ريزيستنس، بتبتدي بالميجر بتاعنا، المين سيركت غالبا بظبط الميجر على 5 كيلو فولت، لكن الاوكسيلري بستخدمه على 500 فولت، ابتدي اقيس بالميجر اشوف العزل اخباره ايه. طبعا العزل بالنسبه للمين سيركت لازم ما يقلش عن 1 جيجا اوم، لكن الاوكسيلري اللي بيبقى اكبر من 1 ميجا او 2 ميجا نقدر نقبله. خلاص البري كوميشننج تشيك، بتبص بقى على الحاجات اللي ايه اللي قبل ما تخلص، بتشوف زي ما قلنا ايه الاوبن والكلوز، وضع الاوبن ووضع الكلوز بيفتح ويقفل ولا لا، عند مانوال والاوتوماتيك، وبعدين تديله اشاره او سيجنال من الريلي تشوف هيقدر يفتح او يقفل. كل دي تيست تقدر ايه تتعمل على البريكر. زي ما بقول لكم كده التيست دي التفاصيل بتاعتها والبروسيجرز بتاعتها كلها موجوده في المواصفه اللي هي الاي سي اللي كتبت لكم الرقم بتاعها، فتقدر ترجع لها في اي وقت لو انت عايز تختبر سيركت بريكر وتشوف انت في انهي مرحله، هل انت لسه في شغال في المصنع وبتعمله حاجه جديده، ولا انت خط انتاج شغال على طول فمحتاج الروتين تيست، ولا انت خلاص ركبت الحاجه عندك في السب ستيشن وعايز تعمل كوميشن تيست. في ناس للاسف بتلخبط بين الثلاثه دول وتبقى عايز تيجي في الموقع تقول لك انا عايز اعمل شورت سيركت تيست. لا شورت سيركت تيست ما بيتعملش في الكوميشن، ده بيتعمل في التايب تيست. خلاص فده ما اقدرش اعمله ان انا بوظ سيركت بريكر بعد ما ركب، لان وتعمل عليه شورت سيركت وتشوف اللي حصل جوه السب ستيشن. بكده احنا انهينا الكورس بتاعنا، وكان نفسنا في حاجات كتير قوي كنا عاوزين نديها، بس للاسف الوقت بتاعنا متاخر. فان شاء الله يعني اتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يكون الامتحان يجي كويس ونقابلكم ان شاء الله في احسن حال. وشكرا ليكم يا باشمهندسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.